إذن مباشرة للحديث عن الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل الاقتصادي الأستاذ ناصر القرعاوي. أستاذ ناصر شكرا لوجودك معنا في MBC في أسبوع. أبدأ معك بهذه الميزانية، وأريد أن أسألك في البداية عن التخصيص للصحة والتعليم قياسا على الميزانية، ماذا يعني؟ أولا أمسي عليك بالخير أخ علي وعلى زميلتك وعلى المشاهدين الكرام، وأبارك لهم بما تم تحقيقه في الميزانية، وأيضا طرح أرامكو، لأن أرامكو تمثل لنا رؤية جديدة للاقتصاد المحلي والعالمي. بالنسبة للميزانية فهي ميزانية تأكيد وثبات لبرامج الدولة ورؤية الدولة. كان هناك الكثير ممن يشككون في أن تكون الرؤية 2030 ربما تواجه بعض الصعوبات أو بعض التأخير في برامج معينة، ولكن تأكيد الميزانية على الثلاث الجوانب الرئيسية: التعليم والأمن والصحة، وهذا المثلث من أهم ما يستفيد منه المواطن، بالإضافة إلى ما أعلن حفظه الله الملك سلمان من تأكيد استمرارية دعم المواطن في رفاهيته الاجتماعية من خلال البرامج مثل دعم الأسر وأيضا المشاريع المتوسطة والصغيرة والمشاريع الكتل الاقتصادية. ما يحدث الآن في المجتمع السعودي من ردة فعل، ونحن لدينا استقراء في هذا الأمر منذ إعلان الميزانية وأيضا مع صاحب طرح أرامكو، أن هناك رضا اقتصادي قوي جدا واجتماعي، وهذا مما يبشر أن الرؤية المجتمعية في الداخل، ما يهمنا هو الداخل وليس ما حدث في العالم. حينما فاجأ المواطن السعودي وفاجأتنا أيضا أرقام أرامكو في الطرح، نسبة المبالغ الكبيرة جدا التي غطت طرح أرامكو، لأن هذا الرقم الفلكي لم يكن متوقع حتى في الداخل السعودي. كنا نتوقع أن يكون هناك تغطية نسبية، لكنها لا تغطي بأضعاف ما طرح من ذلك، وهذا دليل على أن وفرة الاقتصاد المحلي وقوة الاقتصاد المحلي في أيدي الدولة والمواطنين، لأن الدولة لا تريد لا تمتلك إلا المصلحة المواطن. فبالتالي هذه النتائج هي التي أكدت لنا جميعا أن الميزانية 2020 ستكون هي التحول الكبير للمشاريع الضخمة التي بدأت تعمل الدولة على إنجازها في أوقاتها، سواء فيما يتعلق في البنية التحتية أو ما يتعلق بمشاريع ذات إنتاجية وتغيير هيكلة المجتمع، سواء في الترفيه أو في الرياضة أو في الأنشطة الأخرى، إلى درجة أن الإعلام الآن المحلي، وهذه ملاحظة، وحتى أيضا الإعلام والرأي العام لا يستطيع أن يتابع ولا يعني يذهب يوميا إلى المنجزات الكبيرة التي تتحقق لنا، سواء في الفعاليات أو سواء فيما يتعلق بالمشاريع شرقا وشمالا وجنوبا ووسط المملكة. كل هذه المعطيات هي نتيجة للرؤية، وتأكيد أن مصداقية الدراسات ومصداقية الرؤية الحكومية لما ذهبت إليه في 2030. طيب ننتظر بمشيئة الله تعالى بعد هذا الزخم الإعلامي في الرأي المحلي والرأي الدولي أن تكون المملكة العربية السعودية، ونحن على مقربة من المؤتمر الدولي، مؤتمر 20 دولة الرئيسية في العالم، أن تكون الرياض هي التي ستكون مفاجأة الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بحلحلة الكثير من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، لأن هذه مسؤولية أخلاقية تبنتها المملكة منذ أكثر من 40 عام فيما يتعلق بالبترول أو ما يتعلق باستقرار المنطقة أو بحلحلة الأزمات في العالم. أستاذ ناصر، تحدث الكثير من الخبراء الاقتصاديين من حول العالم عن هذه الميزانية، بالذات عن الناتج المحلي غير النفطي اللي شهد نمو، فكيف تقرأ نسبة نمو الإيرادات غير النفطية في ميزانية هذا العام؟ ركزت الدولة في الرؤية وتركيز البرامج التي أعلنتها الرؤية منذ ولادتها على تعزيز الاقتصاد الوطني، ونحن طبعاً لا نذهب إلى الفصل بين الاقتصاد الحكومي أو مكونات الاقتصاد الحكومي، سواء كان فيما يتعلق بالبترول أو ما يتعلق أيضا ببعض موارد الميزانية من الرسوم ومن غيرها، ولكن ننظر إلى دور القطاع الخاص. الدولة اتجهت في العديد من البرامج
وعززت وجودها وعززت أيضا قوة تأثيرها فيما يتعلق بدعم الاقتصاد المحلي عن طريق القطاع الخاص. هناك الكثير من البرامج التي قامت بإعدادها الدولة ونفذتها لدعم القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بالدعم المادي، ما يتعلق بدعم التشريعات، ما يتعلق بحماية أيضا السوق المحلي وحماية المستهلك المحلي من التأثير. وبذلك سيطرت المملكة على التضخم وظل التضخم في حدود معقولة جدا وغير متأثرة، بالرغم مما تحول القطاع الخاص إلى دور كبير جدا، وهذا أثر على معطيات ومكونات الميزانية. ننتظر أن يكون دور القطاع الخاص في السنوات القادمة أفضل بكثير، وسيكون في فترة قريبة البترول لا يشكل ذلك التأثير الكبير على الميزانية، لأن الدولة أيضا رأت أن القطاع الخاص وأيضا برامجها فيما يتعلق بتعزيز الوحدة الاقتصادية في مكوناتها المكون الوطني، لأن القطاع الخاص جزء من الدولة والدولة هي التي ترعى الكثير. لم يعد هناك من يعتمد على الدولة إلا القليل من البرامج من خلال تشريع البرامج والصناديق التي تدعم مثل هذا الأمر، سواء في الصناعة أو في حتى الأبحاث. أيضا بدأت الجامعات وبدأت القطاعات التي تعنى بذلك تتجه إلى الفرص المتاحة للمجتمع الاقتصادي السعودي، لأن المملكة العربية السعودية والحمد لله لديها أيضا من المصادر في الدخل القادم بمشيئة الله، سواء في الطاقة المتجددة أو ما يتعلق بالغاز أو ما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية وفي البنية التحتية الكثير من الفرص. فبالتالي ستتعزز الصورة الذهنية، وأيضا ما يتعلق بتكوين مصادر أخرى جديدة تدعم ميزانية الدولة وتدعم أيضا الاقتصاد الوطني. ونحن ننظر إلى ارتفاع حجم التجارة البينية بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليجي وبيننا وبين أيضا المجموعة الإسلامية، ننظر أيضا إلى التبادل التجاري مع الدول الرئيسية. نحن ننظر إلى أن هذا الدور هو أو هذا التوازن فيما بين المملكة والدول الأخرى أنه في صالحنا. وهذا الحمد لله يا سيد ناصر، هذه أمور كلها مبشرة بالخير ولله الحمد. أنا أكيد نشكرك لتواجدك معنا والحديث معنا في هذا الموضوع. كان معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي.